ايه شو طالعون شغل غني بابا يايين ولا سايرين قاعدين ولا ماشيين جالسين ولا رايحين نحن جيل الطيبين شغلتنا في هالزمن صار بس نجلس على هالكوفيهات 24 ساعة وما حد يسلم علينا ولا يقول لنا الكيلو بكم عيالنا عايشين حياتهم وطلعونا من حياتهم شو نسوي بأعمارنا عشان عيالنا يحسون فينا نضرب أعمارنا كبريت ونولع فعلا ما عندكم حل غير أنكم تولعون هو خاسرني كان يحبني بس شا سوي عسى قازي ولع بشعر أمك يا ولد سبتو اصطلب أبوك بشرات الريايل قادر عمي استهدى بالله عم بروه ما يقصد انك تولع بجاز وسخ لا هو يقصد عشان تعيش الحياة اليوم والكل يحس بوجودك لازم مبونك تسوي أبديت لنفسك وتستوي مشهور ولا حيصير مصيركم نفس مصير النوك يا أبو كشاف أبديت؟ كيف يعني نسوي أبديت حق عمارنا؟ تستوي هوبي شو هذا بعد هوبي؟ جلب؟ شوف هو هوبي يعني خليني أنا أشرح له يا ولد خلوتي يا عمي الجوالات والتلفزيونات سوت أبديت من أجهزة تقليدية إلى أجهزة ذكية كل شيء في العالم سوى نفسه أبديت إلا أنتوا يا جيل الطيبين أنتوا آخر أبديت سويتوه لمخكم سنة 84 مع الجي تي كذا أبو بلوكة وش الأبديت اللي تبغانا نسويه أشد من أبديت ملط اللحية والشنب على الزيرو اللي سويناه أبديت التحول من جيل الطيبين إلى جيل الهبة المولعين استحوا على ويوهكم لا أصلخكم بوائر المسجل هذا نحن جيل عاش على التربية والعادات والتقاليد والهجمة والسنع والله كيفكم بس إذا تبون تعيشون معانا بهالزمن لازم تسوون أبديت لسنعكم الجديد للسنع الفيرجن الجديد مال 2021 برو واللي هو تولي بعمرك هذا الأبديت الجديد مال الشمكية أنا تباني أستوي شمكي أشل شاتور ومسيل ورينج بوكس لا 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 الهوبي وحليلة مسالم كله همه في الحياة بس إنه يكون كاشخ ساير يستانس حيل ويفلها في دبي وانتظر الويكند يعني بارتي يتعدى الويكشخ ملابسه كلها من يورو اتعامل بالدرهم مو يورو كاشخ ولابس ستايل والكل يبون معه فوتو نص الدور يمين ونص الدور يسار اجين 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 هوبي اجات نو تايم تو ويست اليوم لازم اتلقى الرست لابس كاشخ ساير استانس يلا بين بكرة وسكيكي ما لقيت انا ويالا طلعنا حتى راس الخيمة وحليت الغدر ما بين بكرة وسكيكي ما لقيت انا ويالا طلعنا حتى راس الخيمة وحليت الغدر ما شوف هالشواب
أنا لا أعرفهم ولا يعرفوني. متى بتسووا لي أبديت؟ أبا أستوي هوبي. أفا يا أبو عنبر، بعت صاحبك؟ بو سعد قلبه خضر نفسي، يعني قابل للتوليع. هناك منهج دراسي لازم تدرسه إذا بغيتنا ندربك وتتخرج من معهدنا كهوبي. مع مرتبة مولع. خلاص تم. إنزين متى بنبدأ أول حصة عشان أصير أشتري لي الهيلة هوب مال التمرين؟ ها جاهزين تصيرون هوبي مولعين؟ هني وبعدني وأنا ولد مهدي غازي، عليهم الطوليعة وأنا علي الغاز. انتباه يا طلاب. تعريف الهوبي. من هو الهوبي المولع؟ الهوبي المولع وجمعه الهوبية المولعين هم كائنات استوائية تحورت وتطورت سلالتها إلى سلالة أكثر فتكا من الشمكية، ويتكاثرون في الويكند. اسمح لي أستاذ، اتصال من الليل. زين أبو حشرتيني تراج. هي بنطلون جيز المطرون مالك عندي، لبست حق التمرين ان شاء الله ما بوسعه. يلا باي. يصطاد الهوبي الفريسة ضمن قطيع يتكون من 3 أو 4 أو 5 مولعين. الخطوة الأولى يطلب قائدهم أول ما يشوف الفريسة إنهم يثبتوا بأماكنهم في صمت. في هذه اللحظة يسحب موبايله بحركة سلو موشن بطيئة من شنطته بدون ما تشعر به الفريسة أو تسمعهم أو تشم رائحتهم، وبحركة سريعة ينقض بإصبعه على زر تشغيل الأغنية. لابس كاشخ ساير استانس حيل. المهم، ويقوم كل القطيع بأداء حركة الميكروويف، ثم نكزة السبرينج، يتبعها بحركة المنجنيق. خلي السبرينج شغال على طول يا تحيم، شو بالك انت؟ ثم نصف دورة يسار نصف دورة يمين، بعدين الهوبي يعني دورة كاملة. ومع لفة الميكروويف تصرخون من أعماقكم هوبي، مع ضرورة انكم طبعا كلكم تلفون بنفس الاتجاه. هالكلام وجه لابو سليمان، هو اللي شكل بيلعوزنا، عنده بطء وانعكاس في الدوران. ومو سوي ذا الله خالقني اي عورة واي صحيحة. علشان ما تخربطنا تلف مع هاي الاسهم يا ابو سليمان. سين بارك الله فيك. ان شاء الله استاد. يعني مراعاة للسنة ما يستوي تعفينا من كلمة حبي؟ يعني ما يستوي نقول عشو؟ لا ما يستوي. يلا لفوا. حبي 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 حبي. يلا سامحوني سامحوني يا الربع، تدروني من ألف لفتين ورا بعض أدوخ مرة، أدوخ وما رو موازن البلنس، سامحوني يا الربع. ما عليك يا مطنش، هذه الكفرات بتحافظ لك على البالانس. وقفوا 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 وقفوا. بعنبر لازم نخف على السبرينج، مالك نكزتك قوية. هذا جاكيت رمل اتم لابسنا علشان نخفف من نكزتك. يا سلام، الحين عديتوا الليفل 1 ووصلتوا للليفل 2، يعني بنشغل لكم هليتات خلال التمرين. ولو شديتوا حيلكم ووصلتوا للليفل 3 بشغل لكم الدخان وبتعيشون الحياة. بين بكرة وسكي كيما تلاقينا أنا وياها، طلعنا حتى راح
الله يسامحك يا عمبرو، كان علمت ابوك هالامور من سنين وخلتني اعيش الحياه معاك. سر الكوفي هات لي لاتيه. ابوي ابوي فضحتنا فضحتنا، الهوبي ما يقول هات لي لاتيه. شو عيل؟ شيل واحد كوفي. اها بوسعد. ابوي ابوي فضحتنا. شو بعد؟ الهوبي ما ينادي ربيعه باسمه، اسقره خيو. خيو شيل واحد كوفي حقي. شكرا يا حنفي، انكم رديتونا وطلعتونا النحن الطيبين من القبر للحياة مرة ثانية. ايام مستانس وايد. انت الحين هوبي بس مو مولع. افا ليش؟ مليون مرة حفظتك، عشان تكون هوبي لازم اللايف ستايل مالك يكون هوبي. اكتب عندك حسبي الله عليك عصبتني. الهوبي اول ما ينشي من الرقاد لازم يشيل واحد كوفي ويروح جميرة ويفلها في دبي وتطرش له اللوكيشن ويلف في المكان. حاضر حاضر فهمت ابويا. بصراحة لفة مايكروويف بوسليمان اميزنج خبال. بعد اش ما شفتي شي بقى لعيونك بخلي البينك بانثر يستوي هوبي ويلف لفة المايكروويف. هوبي 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 نصدور يمين ونصدور يسار. هوبي هوبي. عيالكم قصوا علينا، قالوا لنا لازم نسوي أبديت من جيل الطيبين إلى الهوبي إذا بغينا نعيش الحياة معاهم. بعدني صك لدعنا وحشم رمستك يا أبو عنبر. هنمبوني حنفي ولد حميد الله يرحمه ويطول بعمره، وماية حلوة اللبن ما ربطني على صنع الهوبي، ربطني على اليولة. أنا يا ويل ابني يا ويل ابني يا ويل. وإذا ما تعرفني اسأل عني عيال الخصوني بيخبرونك منو هو المنافس الشرس لهم في بطولة اليولة. وأنا الوالدة ربتني على الذرابة والصنع والسنة والسالفة، ما ربتني على نص الدورة يمين نص الدورة يسار وهالخربطان هوبي وما أدري شو. ها صورتني وأنا أبوس ريولها. ايوه اهم شي بوسه ريول الام، هاي اللي بتجيب لك وايد فلورس. هفا خنتوا الامانه، ابويا حميد لما مات خلاني امانه عندكم، وانتوا شي زيد تسوون فيني هذا؟ تبون تخربون اخلاقي وتسووني هوبي مولع؟ يلا يا مايا يلا يا مايا نسير، انا ما اقدر اتحمل انا مصدوم. الله يهديك يا الوالدة، إيش قايل قبلت تتزوجين واحد هوبي؟ ما فكرتي في سمعتنا؟ توا بدأت تظهر علي أعراض الهوبية يا ولدي. أول ما تزوجت كان سيدة يدق على قوطي بسكوت جليكوز بفرقة ليوة، ومو كان فيها رقصة سحبي سحبي توتو سحبي سحبي توتو. ها شربوها تو. وعشقها وخلك خش 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 ويبك فرحة رتوت
حياتها سوشير إياه سماويتها وارسم للدنيا بسمتها والفرحة